مستاء جدا من التصريحات اللي أدلى بيها أحمد بلال. يعني أنا متضايق جدا 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 من تصريحات أحمد بلال يا جماعة، لأن مفيش بني آدم يعني يحترم اسمه ومنافسه، وهنا أنا بتكلم على كلامه مش على شخصه، يطلع يقول الأحسن للزمالك عدم السفر للسعودية لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي والنتيجة محسومة قبل انطلاق المباراة. يعني أحمد بلال هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من نجم محترم زي أحمد بلال، بس هو أحمد بلال بطبيعته يا جماعة عندما يختفي عن الأضواء يبقى عايز يطلع ترند، فللأسف خسر بالكلام ده الأهلوية قبل الزملكاوية، لأن ده عدم احترام وعدم تقدير، ولا يرضى بيه أهلاوي ولا يرضى بيه زملكاوي. نادي الزمالك نادي عظيم، عيب جدا تتكلم عنه بالشكل ده، ولما تتكلم عن نادي الزمالك تتكلم بأدب. لما تقول الزمالك أنصحه إن هو ما يروح السعودية عشان خاطر السوبر الإفريقي محسوم للأهلي، يبقى أنت مالكش في الكورة ولا لعبت كورة ولا بتعرف حاجة عن الكورة. خلي بالك يعني، وأحمد بلال دائم يعني، أنا مرة آخر مرة اتفقت معاه ياخد فلوس ويجي للبرنامج نسي، فكل ما يختفي ما ينفعش حتى وأنا بناشد الجماهير والمتابعين. يا جماعة الخير ما تدوش لهذه التصريحات اهتمام، لأن هو قايلها. طب والله العظيم أقسم بالله هو قايلها عشان إحنا نتكلم عليه، ولولا أني أنا بحترم الزمالك وعايز أرد اعتبار الزملكاوية ونادي الزمالك من هذا التصريح الساقط والغير مقبول، والله العظيم ما كنت اتكلمت. هذا التصريح على فكرة يعاقب عليه القانون، لأنك أنت بتقلل من قيمة كيان عظيم. أنت بتتكلم عن الزمالك، لما تيجي تتكلم عن الزمالك تتكلم عن الزمالك بأدب، لما تيجي تتكلم عن الزمالك تتكلم على أنه ضلع مهم من أضلع الكرة المصرية. ما فيش كرة من غير أهلي وزمالك، وما فيش رياضة من غير أهلي وزمالك، وما فيش مصر في الكرة من غير أهلي وزمالك. جاي أنت لنادي أسس سنة 1911 ويضرب بجذوره في أعماق التاريخ، واحد من أفضل أندية العالم ومن أفضل الأندية وتاني أفضل نادي في مصر وأفريقيا والدول العربية، ومصنف عالميا بتاريخه الطويل، وصاحب بقولات راقية ورائعة ومنذ الأبد من أول ما اتعمل، وهو نادي عظيم وأعضاء عظيمة وجماهير عظيمة، تيجي تقول له أنت ما تروح السوبر عشان المباراة محسومة؟ محسومة ده كلام عيب إنه يصدر من بني آدم يعرف قيمة الروح الرياضية، عيب إنه يصدر من إنسان لعب كورة وكان نجم وهداف في فريق زي النادي الأهلي. والأهلي والأهلوية أبرياء من هذه التصريحات. لا يمكن يا جماعة أن نصدق أن ممكن واحد يطلع يقول هذا الكلام. يعني مش ممكن، أنا مش مصدق. أنا لما قريت يعني أحمد بلال نجم الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية، الأحسن للزمالك عدم السفر للسعودية لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي والنتيجة محسومة قبل انطلاق المباراة، وأنا هنا بتكلم على فكرة عضو عامل في نادي الزمالك، وممكن أقاضي أحمد بلال على هذا التصريح لأنه يقلل من نادي أنا عضو فيه. لكن يعني لا يمكن، الناس حكمت عليها، الناس مسكاه، ولأنه هو يستحق أنه ياخد جزاءه من الناس قبل ما ياخد جزاءه من الله. دي مدعاة للفتنة وعدم الروح الرياضية وعدم احترام المنافس وعدم التقدير. هو فرحان طبعا نايم والناس كلها بتتكلم عليه، ولكن ده كلام سلبي ومسيء وما ينفعك ما ردش. والله العظيم ما برد على الناس دي، والله ما برد على الناس دي، ولكن ما ينفعش ما ردش.
وبناشد المسؤولين عدم استضافته في القنوات التلفزيونية. اي حد يستضيفه يقلل من قيمة منافس، يعني بيرجعنا للتعصب وبيزرع الفتنة وبيقضي على كل اللي مشناه، من تقدم. ولسه الرئيس صدر قرارات بمزيد من الإصلاحات وثورة رياضية وكروية في الطريق حلمنا بها لخمسين سنة، ويجي أحمد بلال يقول هذا الكلام. أتمنى من المجلس الأعلى للإعلام أن يصدر قرار بشأن هذا التصريح. وكلامي للكاتب الصحفي الكبير وأستاذنا العظيم كرم جبر، لابد من لجنة الرصد ولجنة ضبط الأداء الرياضي في المجلس الأعلى للإعلام أن تحقق مع أحمد بلال، وإن رأت في ذلك تحويله للنيابة فلتفعل. لكن نسيب الدنيا كده بعناوينها، الناس اللي بتطلع تهنفض يا جماعة لازم تقف، الناس اللي بتطلع تقلل من المنافس لازم تقف، الناس اللي بتزرع الفتنة لازم تقف، الناس اللي بترجعنا للتعصب لازم تقف. وبعد كده التصريح جاي في توقيت زي الزفت، في الأهلي والزمالك رايحين السعودية، يعني التوقيت بتاعه هو أحمد بلال اللي زي الزفت، مش توقيت السوبر الإفريقي. ليه؟ لأن الناس رايحة السعودية، الناس مستنياهم بالورود والاحتفالات، الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي في الرياض. تروح أنت تقلل من قيمة الزمالك بالشكل ده؟ بئس هذا التصريح الذي صدر، ولا يمكن أن هناك عاقل يقبل هذا التصريح. يا أخي أنا بتحدى أوسى وبقول الزمالك هيتغلب 3-0 عادي وبنضحك، لكن إن أنا أقول الأفضل للزمالك إنه ما يروحش، تصدق بالله خلت الأهلاوية يتشائموا، والله العظيم خلت الأهلاوية يتشائموا. وعندما يزيد التشاؤم في ان الزمالكوية مش واثقين في فرقتهم، ده اول عنوان للتفاؤل عند الزمالك عبر التاريخ. انت النهارده قلبت الدفة وكأنك طالع ضد النادي الاهلي. وليس هناك مبرر، حدش يديني اي مبرر لهذا الكلام. دول حياتها ماتشات الاهلي والزمالك ملهاش حسابات، لانها ماتشات في الملعب ولا تلعب خارج الملعب. وده ما ينفعك يتقلب الهزار، لان ده تقليل. حدش يا محمد يسري يقدر يقلل من قيمة الأهلي معايا، اسحب هذا التعليق، حدش يقدر يقلل من قيمة الأهلي معايا. وأي ضيف بستضيفه زملكاوي بنرد على بعضينا بكل أدب وبكل احترام وفي إطار كوميدي جميل، ولكن فيش حد يقدر يقلل من الأهلي. والأهلي هو في حد اتولد يقلل منه؟ ولا حد اتولد يقلل من الزمالك.